رئيس أركان الجيش يرافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية في زيارة لقاطع المقر المسيطر لطوس خرماتو للاطلاع على الوضع الأمني وتفقد النقاط الماسكة ضمن قاطع المسؤولية. قيادة القوات البرية تعلن الحصيلة الأسبوعية للعمليات العسكرية، حيث تم تنفيذ 254 عملية عسكرية وإلقاء القبض على 506 مطلوب قضائيا وضبط أكثر من 300 عبوة ناسفة. تستمر قيادة عمليات الأنبار بمطاردة فلول الإرهابيين ودك أوكارهم، حيث تمكنت من العثور على مقذوفات حربية وكتس للعبوات غربي الأنبار تم تفجيرها تحت السيطرة. قوة من قيادة عمليات الجزيرة تضبط كتسا للمواد المتفجرة من خلال عملية نفذتها ضمن أحد الوديان، حيث تم تفجيرها موقعيا. على ضوء معلومات استخبارية، فرقة المشاة الخامسة تنفذ عملية بحث وتفتيش جنوب الطريق الدولي السريع، أسفرت عن العثور على كتس للعتاد ومقذوفات مختلفة تم معالجتها من قبل أبطال الجهد الهندسي. قطعات فرقة المشاة العاشرة تضبط كتسا للعبوات الناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة البو أساف، حيث تم معالجتها من قبل مفارز الهندسة العسكرية.